ازيكم يا مواليد برج الحمل، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الحمل يوم الثلاث 5 يوليو تموز 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا حمل، طريقك بيعتبر بيزداد صعوبة اكتر من اللي انت كنت متخيله لما بدأ الموضوع. ممكن يكون في شخص بيحاول انه يبعدك عن خطتك بشكل ملحوظ، او حتى انه بيحاول يحبطك، لكن بنصحك انك ما تيأس. حاول انك تبص للموضوع كأنه بس مجرد عقبة منها بتختبر ارادتك اكتر. دافع عن كل خططك اللي انت بتكون بتخطط فيها وهتتقدم فيها اكتر في الفترة اللي جاية لأمام. هتحاول انك تتكيف مع كل افكارك علشان تعرف تتماشى مع كل الظروف اللي بتعتبر حالية بالنسبة ليك وبالنسبة لطريقك. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا حمل، بيأدي كل أصدقائك دور مهم جدا في إنك بتزدهر أكتر، وبتنتمي لجماعات تعتبر قوية جدا وداعمة جدا، بتأيدك في كل مشروعاتك وكل اطروحاتك وكل اقتراحاتك المهنية في اليوم ده. سهلة بالطريقة دي في الفترة دي وفي اليوم ده بالأخص. لازم تستخدم الفرصة اللي بتعتبر محببة أكتر قدامك علشان تواجه بيها وتنهي بيها كل الأمور اللي قدامك، علشان تعرف تبقى مستعد، علشان تعرف تواجه اوقات كتيرة ممكن يبقى فيها توتر زايد عن اللزوم، خاصة لما بتبقى الامور مش في صالحك او مش في الطريقة اللي انت بتفكر فيها او بتفكر تتخطاها. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة يا ثور، هتتمتع بسرعة بديهة كبيرة عندك. افكارك كلها تعتبر ذكية جدا، هتتكثف مع كل اتصالاتك بشكل كبير، هتكرر من خلالها محاولات كتيرة، هتمارس من خلالها كل الصلاحيات اللي بتبقى عندك متوفرة. هتقوم بانك تزور وتشارك في مؤتمرات كتيرة جدا في حياتك هتبقى مهمة ليك في الفترة دي. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة يا ثور، يومك ده يعتبر رائع جدا بعيدا عن كل انواع المشحنات وكل انواع الظروف اللي ممكن تكون ضغطة عليك في الفترة دي. اليوم ده يعتبر افضل يوم طول فترة طويلة كنت انت مستنيه. بالقدر لعبته معاك، هتلاقي نفسك قدام مواقف كتيرة انت ما كنتش متوقعها بشكل كبير، لكن بنصحك انك ما تديش اهتمام كبير للموضوع ده. كل المواضيع دي بتيجي وبتظهر في حياتنا طول فترة طويلة، حتى لو باستطاعنا النهاردة اننا نتوقع كل حاجة هتغيب عننا ملذات الحياة. لازم تبقى في حاجة حلوة وحاجة وحشة في حياتنا، علشان كده ما تنعيش حظك يا جوزاء ولا حتى تشعر بالأسف لمصيرك في اليوم ده. خليك دايما يقظ، حياتك بتخبئ ليك دايما مفاجآت تعتبر سعيدة جدا بتفرحك. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا، هتتأخر شوية في انك تاخد شوية من الاستحقاقات اللي انت مستحقها انك تاخدها. هتصطدم النهاردة بسوء تفاهم هيبقى بيحصل، وهيبقى في عدم انسجام عندك في يومك ده. ممكن تبقى بتماطل في مشروع كبير، ممكن تبقى بتعاني مماطلة كبيرة بالنسبة ليك اليوم ده في شغلك، في تعقيدات كتيرة جدا يا جوزاء بتحصل ليك، حتى لو كنت بتتنازل عن مبادئك ومسهلك العليا في اليوم ده علشان بس توصل انك تحقق شوية من احلامك اللي انت بتحلم بيها. لكن بنصحك انك ما تنجرفش وراء كل الافكار دي، لازم تحاول انك تكبح كل طموحاتك في بعض من الاحيان علشان ما تتعبش اكتر في الفترة دي. بالنسبة ليك مهنيا يا سرطان، ممكن ما تكونش مرتاح في اليوم ده بسبب كتير من المشكلات اللي بتعتبر عملية وكتير من الضغوط اللي بتبقى بتواجهك في حياتك اليوم ده، بالإضافة طبعا لمطالب أربابك ورؤسائك في الشغل اللي بتعتبر متكررة، ممكن تبقى بترهقك بشكل كبير وبتأثر على أدائك اليومي لأنك هتبقى مش مرتاح من خلال الضغط ده. برج الأسد ليوم الثلاث 5 يوليو تموز 2022. هتعم النهاردة أجواء كتيرة فيها ارتياب هتستوجب منك أنك تاخد موقف سليم. هتلاقي النهاردة حاليا صعوبة في أنك تتخلى عن طريقة تفكيرك اللي بتعتبر معتادة أكتر في الفترة دي، برغم من كل العواقب اللي بتعتبر سلبية واللي ممكن تبقى نابعة من ماضيك أكتر في الفترة دي. مع كل ده هتحاول أنك تبقى متفتح اكتر علشان تعرف تتمكن انك تعدي كل المصاعب وكل العراقيل دي بسهولة اكتر من اللي انت كنت متوقعه واللي مفروض انك تكون بتفكر فيه الفترة دي.
بالنسبة ليك مهنيا، توقعات برج العذراء ليوم الثلاث 5 يوليو تموز 2022، هتبقى بتشعر انك دايما سليم البنية والذهن، واخيرا بامكانك انك تتصرف على طبيعتك وعلى سجيتك في اليوم ده بشكل واضح. كم الطاقة اللي بتبقى دايما في داخلك بتمكنك من انك تطور حاجات كتيرة جدا في الشغل وتقوم بأنشطة كتير من شأنها انها تكون مرضية ليك بشكل واضح في اليوم ده. الوقت النهاردة يعتبر مناسب علشان تاخد اجازة، ممكن تمكنك من انك تفكر بذهن صافي اكتر وتحدد من خلاله مشروعات كتيرة جدا بينبغي عليك انك تسيبها في الفترة دي واللي بترغب في انك اصلا تشرع فيها من فترة طويلة جدا. مريم، توقعات برج المازال ليوم الثلاث 5 يوليو تموز 2022، لازم تبقى بتستعد علشان تواجه مشكلات كتيرة تعتبر جديدة. امورك النهاردة مش هتعتبر كويسة، خاصة في مكان الشغل وانت مش عارف تنجز فيها اي حاجة سوى حاجات بسيطة جدا. ما تخليش الموضوع ده يخوفك، المرحلة دي بتيجي وبتمشي في كل حياتنا، حتى في حياتنا الخاصة احنا بحاجة بس اننا نلاقي دافع جديد علشان نعرف نشعر ان كل العلاقات مع كل الاشخاص اللي حوالينا ابتدت تفقد رونقها بشكل واضح اكتر من اي فترة كانت. توقعات برج العقرب ليوم الثلاث 5 يوليو تموز 2022، مش هتبدو ان كل الحاجات بتمشي بصورة كويسة في اليوم ده، هيكون عندك كتير من الحاجات اللي بتعتبر فيها مشكلة في تركيزك في اليوم ده يا عقرب. في تركيز كبير على مهماتك النهاردة، فلازم انك تستعيد تركيزك بشكل واضح. على الرغم من كل صعوبة انك تحفز نفسك النهاردة، لكن بنصحك انك ما تخفضش رأسك في يأس، خليك دايما رافع رأسك، هتعرف تتخطى كل المشاكل افضل. حتى لو قمت بأفضل ما عندك النهاردة هتحصل على شوية من النجاحات اللي بتعتبر محدودة في يومك ده. 3 5 يوليو تموز 2022، النهاردة ممكن تشتغل بشكل بناء أكتر يا قوس من خلال الفريق اللي انت بتشتغل معاه، وده بيعني انك هتعرف تطبق أصعب أفكارك في اليوم ده، وهتعرف تلاقي دعم بشكل خاص جدا من خلال كل الأشخاص اللي حواليك وحتى من خلال حياتك الشخصية. هتظهر حبك لكل الأشخاص اللي حواليك بهدف انك تقوي العلاقات معاهم. بالنسبة ليك النهاردة مهنيا يقوس، بيتكلم عنك اليوم ده عن فرصة تعتبر جديدة هتلاقيها، ممكن تبقى دي المحرك الرئيسي ليك في شغلك. يوم الثلاث 5 يوليو تموز 2022، النهاردة هتمتلئ السكة علشان تعرف تجرب حاجة تعتبر جديدة. كل ده نتيجة للحاجات اللي بتبقى بتمر من خلالها بتغيرات كتيرة جدا، خاصة في حياتك المهنية وحتى في حالتك الصحية في الفترة دي. انت النهاردة تعتبر في حياتك العاطفية اكتر استقرار واكتر ثقة في كل الحاجات اللي انت بتنتمي ليها، علشان كده لازم تبقى تتعامل مع كل مشروعاتك اللي انت بتعد ليها من فترة طويلة جدا في اسرع وقت الفترة دي. 3 5 يوليو تموز 2022، بيبدو انك بتقف قدام مشكلات كتيرة مش هتعرف تتغلب عليها النهاردة، لكن بنصحك انك ما تيأس، حاول بس انك تغير منظورك لكل الحاجات اللي عندك علشان تعرف تبتدي وتلاقي الحلول تبقى واضحة اكتر. ما تخافش من انك تطلب النصيحة، حياتك الخاصة تعتبر متقلبة جدا في الوقت الحالي ده، لازم تبقى بتتعامل مع كل التقلبات اللي بتعتبر غير متوقعة دي بهدوء اكتر. 5 يوليو تموز 2022، النهاردة انت الوقت مناسب علشان تتعرض في الشغل لسيل كبير جدا من التحديات والخطط اللي بتعتبر جديدة. حتى لو اديت شوية من الاهتمامات بالتحديات والخطط دي، هتعرف تكون اصدقاء جدد بسهولة اكتر. هيلجأ ليك الناس النهاردة في حياتك الخاصة وحياتك الشخصية بشكل واضح، هتبتدي تظهر شوية من العلاقات اللي بتعتبر جديدة وممتعة اكتر، خاصة لو ابتديت انك تبدي ردة فعل تعتبر ايجابية اكتر. بالنسبة لي النهاردة مهنيا يا حوت، بينشب خلاف كتير حول كل القناعات اللي انت بتتمتع بيها وكل الاعتبارات اللي انت بتمر بيها. هتتعرض النهاردة جهودك لمحاولات كتيرة للعرقلة، هتواجه من خلالها خصم كبير ومنافس وشرس بشكل واضح.